Nevertheless, it's very important for us to hear your position and your feedback regarding the impact that the Gulf crisis has it in the matter of human rights. فيما يتعلق بحقوق الإنسان لأنك رئيس لجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر وكنت في جنيف وكان لك لقاءات مع المفوض السامي لحقوق الإنسان وكان لك أيضا لقاءات مختلفة هنا في البرلمان الأوروبي وأعضائه. سيكون من المفيد أن نسمع منك ما رأيك وكيف تبدو لك الأمور وآخر التقارير حول انتهاكات حقوق الإنسان بعد بدء أزمة الخليج. شكرا جزيلا على هذه الدعوة، وأود أن أتحدث بالعربية لأعطيك جميع المعلومات عن الحصار، لكن قبل ذلك بداية أود أن أتوجه بجزيل الشكر لحضاراتكم على لحضوركم رغم انشغالاتكم الكثيرة ورغم الجهود التي تبذلونها، ولنتحدث عن هذه القرارات من الدول الشقيقة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين. وقبل ذلك يعني جئت إلى البرلمان الأوروبي لأخاطب فيكم الضمير الحر للشعوب، كما جئت إلى هذا البرلمان لأنقل لكم معاناة الأطفال والنساء والأسر المشتركة والتي تم تشتيتهم بهذه القرارات التعسفية وهذا الحصار الجائر الذي من خلاله لن، وكما تعلمون أننا مقبلين على عيد، لن يتجمعوا ولن يفرحوا بفرحة العيد خلال هذه الأيام المقبلة، والسبب هو هذا الحصار الجائر والذي شتت العديد من الأسر. عندما نتحدث عن هذه القرارات نجد أن هذه القرارات للأسف لا تتعلق فقط بقطع العلاقات الدبلوماسية، فكل دولة لها الحق أن تقطع علاقاتها الدبلوماسية والاقتصادية، ولكن لا بد أن لا تكون هذه القرارات موجهة للشعوب، ولا بد أن لا تكون هذه القرارات فيها حصار وتؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وعلى الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان. فصدرت هذه القرارات للأسف وتم منع، يعني طبقا لهذه القرارات لا بد أن لكل مواطني دول هذه الدول الثلاث مقادرة دولة قطر. ومن جانب آخر نجد أن من ضمن هذه القرارات أن يقادروا مواطني دولة قطر من كافة هذه الدول. طبعا هذا القرار والذي نؤكد عليه بأنه تشتيت للأسر وتقسيم للأسر، وخاصة أن كل بيت في دولة قطر يوجد هناك عائلة له من البحرين أو الإمارات أو المملكة العربية السعودية. فبكل أمانة هذه القرارات هي بمثابة جدار برلين جديد يشتت الأسر. فنجد أن هذه القرارات، وخاصة أنه يوجد في دولة قطر في حدود 11,300 من مواطني هذه الدول، وال 11,300 لديهم أعمال، لديهم أملاك، لديهم دراسات في قطر، لديهم أسر، لديهم شركات، موظفين في القطاع الخاص والعام. فبمجرد تنفيذ هذه التعليمات فهناك انتهاك لحقه في التعليم، انتهاك لحقه في العمل، انتهاك لحقه في الصحة، انتهاك لم شمل الأسر.
نجد أن هذه القرارات مزقت الأسر ومزقت الأسر الخارجية، ونحن هنا لا نتحدث عن فقط مواطني دولة قطر، نتحدث عن كافة الأسر. فسوف أعطيكم أمثلة بعد صدور هذه القرارات. كان هناك مواطن أو مواطنة قطرية متزوجة من مواطن إماراتي ولديها طفل رضيع، فبعد صدور هذه القرارات أرادت أن تذهب مع رضيعها إلى دولة قطر، فتم منع الرضيع وقالوا لها اذهبي بدون الرضيع لأن الرضيع يملك الجنسية الإماراتية. ألا يعتبر هذا فصل وتقسيم للأسر وتشتيت الأسر؟ كذلك هناك أم قطرية عمرها 66 عام متزوجة من بحريني من 30 أو 40 عاما ولديها أطفال أو رجال أو أبناء، أحد هؤلاء الأبناء معاق، فأبلغتها السلطات البحرينية بمقادرة البحرين فورا طبقا لهذه القرارات. ألا تعتبر هذا تقسيم وعقوبات جماعية للأسر؟ أضف إلى ذلك كان هناك متوفي من المملكة العربية السعودية في دولة قطر، وطبقا لهذه القرارات لم يستطع أبنائه الحضور واستلام جثته وقبره. ألا تعتبر هذه القرارات فصل بين الأسر؟ أضف إلى ذلك هناك العديد من المواطنين من دولة قطر يدرسون في هذه الجامعات والمدارس، وهناك تقريبا ما لا يقل عن 4600 طالب في دولة قطر من هذه الدول، وطبقا لهذه القرارات فهناك انتهاك للحق في التعليم. أضف إلى ذلك إذا كنت مقيم في دولة قطر فأنت معرض للعقوبة، إذا كنت مقيم في دولة قطر فأنت معرض للعقوبة، وخاصة يعني أن بعض الجنسيات، هناك حالات وردت إلى اللجنة، نحن ورد إلينا لحد الآن في حدود 1972 شكوى تنتهك كلها متعلقة بهذه الانتهاكات. فعندما تكون يعني في دولة قطر ومقيم فلا تستطيع أن تذهب للإمارات، وخاصة بأنك لو كنت يعني غير مقيم في قطر تستطيع. فهناك ثلاث حالات رصدتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ثلاثة أمريكان يستطيعون أن يدخلوا الإمارات العربية المتحدة بتأشيرة فورية من المطار، ولكن لأن لديهم إقامة في دولة قطر لم يسمح لهم الانتقال وركوب الطائرة للذهاب إلى الإمارات. أضف إلى ذلك صدرت قرارات من البحرين والإمارات العربية المتحدة بالعقوبة من 5 سنوات إلى 15 سنة لكل من يتعاطف مع دولة قطر، لكل من يعترض على هذه القرارات الجائرة. وقبل يومين أو 3 أيام كان هناك تم اعتقال محامي بحريني نظرا لأنه تعاطف مع دولة قطر واعترض على هذه القرارات. عندما نتحدث عن التجاوب الدولي فيما يتعلق بهذه الإجراءات، نجد أن هناك المفوض السامي لحقوق الإنسان أصدر بيانا يدين هذه الانتهاكات ويدين هذه الإجراءات ويدين ويؤكد على أنه لا بد أن لكل، إذا كان هناك خلافات سياسية لا بد أن لا ترتبط بانتهاكات لحقوق الإنسان. وهناك وفد سوف يزور من المفوض السامي سوف يزور دولة قطر خلال الأيام المقبلة. كذلك كان هناك تواجد لمنظمة العفو الدولية، وكان هناك إصدار لمجموعة من البيانات التي أصدرتها منظمة العفو الدولية، والتي أكدت فيها بأن بسبب هذه القرارات فإن هناك تشتيت للآلاف من الأسر والأطفال والأمهات والنساء. أضف إلى ذلك كان تقرير منظمة العفو الدولية والذي أكد فيه بأن هذه الإجراءات وضعت الأسر في قلب الأحداث السياسية وقلب الأزمة السياسية، وهذا لا يجوز. كذلك كان هناك بيان من منظمة Human Rights Watch، وهي الآن موجودة في دولة قطر لدراسة الحالات ومزيد من التحقيقات فيما يتعلق بهذا الموضوع، والعديد من المنظمات الدولية التي أكدت على انتهاك العديد من الحقوق بسبب هذه الإجراءات. نحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
نعتبر ما يتعرض له مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والعوائل الخليجية من حصار سابقة في تاريخ مجلس التعاون الخليجي، وما يحدث ليس مقاطعة وإنما حصار وعقاب جماعي وجرائم دولية. يجب على البرلمان الأوروبي تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية لمناهضة هذا الحصار والعمل على رفعه. كذلك يجب أن يكون هناك تحييد لملف حقوق الإنسان والملفات الإنسانية من أي خلافات سياسية، ولا يمكن أن يستعمل المدنيين والشعوب كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو ورقة ضغط. كما علينا أن نحكم الأخلاق وأن نحترم حقوق الإنسان في التعامل مع الأزمات. ومن المقاربات أننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة قطر في فبراير الماضي كان هناك مؤتمر دولي عقدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ويتحدث عن مقاربات حقوق الإنسان أثناء الصراعات، كيف نحمي حقوق الإنسان ونحترمها أثناء الصراعات وأثناء الأزمات السياسية. ولم كنا نعرف أننا سوف نصبح بعد شهرين أو ثلاث شهور ضحية لمخرجات هذا الصراع. فنؤكد من خلال هذه الجلسة ونؤكد من خلالكم بأنه لا بد ألا يكون هناك أن توضع الأسر ويوضع الأسر المشتركة ويوضع الأطفال والنساء في أي نزاع سياسي. من جانب آخر، رصدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بأن هناك يعني تصريحات من قبل بعض المسؤولين في دولة قطر وبعض البيانات والتي صدرت وأكدت على أن لن يكون هناك تعامل بالمثل، وخاصة فيما يتعلق بالمواطنين، وأن أي شخص يريد البقاء في دولة قطر فبإمكانه ولن يكون هناك طرد لهؤلاء المواطنين من الدول الثلاث. من هنا نطالب البرلمان الأوروبي بالعمل المكثف على الوقف الفوري للحصار وإدانته، كما نطالبكم بتشكيل لجنة من البرلمان الأوروبي لزيارة مقر اللجنة والاطلاع على مأساة المواطنين ومقابلة الضحايا هذه الانتهاكات. مرة أخرى نشكركم لحضوركم، ويعني رغم العديد من المشاقل لديكم لحضوركم هنا واستماعكم إلى ما يحدث من صراع وما يحدث من حصار جراء هذه القرارات التعسفية. وإذا كانت هناك أي أسئلة ممكن نجاوب عليها. شكرا. Thank you very much, Mr. Almari, for sharing with us these information regarding the violation of human rights, not only for Qataris. ليس فقط القطريين. And also His Excellency the Ambassador of Qatar. I will now pass the floor. سعادة سفير قطر، أعطي الكلمة لزميلي أندري كوفنتشر. كان لديه سؤال أو تعليق. شكرا جزيلا سيد المري، سعادة السفير، الزملاء، شكرا على هذه الفرصة للحديث عن الاستماع إلى معلومات منكم حول انتهاكات حقوق الإنسان لمواطنين الذين يعانون نتيجة للخلافات السياسية في المنطقة. وأعضاء لجنة الخارجية ولجنة حقوق الإنسان تأسف لمعاناة المواطنين بسبب هذه الخلافات السياسية أو الأجندات التي تعرض لها أحد بلدان الخليج. أنا نظرت في هذا التقرير، وليس فقط مواطنون قطريون هم الذين عانوا، لكن مواطنون من جنسيات أخرى يقيمون في البلد. هذا الوضع ينبغي أن نضع حدا له،
ولا نريد جدار برلين جديد كما ذكرتم في القرن الحادي والعشرين. أعتقد أن الأطراف المعنية تحتاج إلى أن تسعى للتوصل إلى حلول تراعي مصالح الناس، ولكن لا تنظر إلى مصلحة طرف واحد دون الأطراف الأخرى. زرت الدوحة قبل بضعة أسابيع وشاركت في منتدى هناك، وكان منظما بشكل جيد. وقد أظهر أن قطر تلعب دورا مهما، وينبغي أن تستمر في لعب هذا الدور المهم في المنطقة. ينبغي أن يكون من الواضح أيضا أن هدفنا هو محاربة التطرف والإرهاب، وأنه لا ينبغي أن يكون هناك تساهل في هذا الأمر. ويمكن أن يكون هناك نقاش حول حقوق الإنسان. ليس لدي سؤال محدد بنظر لكثرة المعلومات في هذا التقرير. شكرا على سعي الطرف القطري إلى إبلاغنا بهذه المعلومات المهمة. وما تقومون به من للمحافظة على حقوق الإنسان الأساسية. شكرا جزيلا. شكرا أندري. نحيل الكلمة إلى زميلنا. أعتقد أنه من المهم أن نعرف عن الوضع القائم في بلدكم. هذا بعد، هناك بعد سياسي لهذا النزاع، ونحن ندعم موقفا من شأنه أن يمنع التصاعد، ولكن هناك أيضا البعد الإنساني، بعد حقوق الإنسان في هذا الأمر. وقد وصلتنا معلومات. نود أن نعرف كيف يمكننا أن نساعد من خلال مؤسساتنا وهيئاتنا. نحن طبعا سجلنا دعوتكم، وسؤالي، نحن نود أن تقوموا بزيارة إلى البلدان الأخرى، وأود أن أسمع عن رأيك بهذا الأمر لكي تكون لنا صورة عامة عن الوضع وكيف تسير الأمور في الأطراف الأخرى المعنية في المستوى السياسي وأيضا في مستوى حقوق الإنسان. الآن وهو انتهاك لحقوق الإنسان، والعكس يعني فيما يتعلق، يعني نحن نشكركم، وخاصة فيما يتعلق بأن لجنة حقوق الإنسان فرعية سوف تناقش وبأهمية هذا الموضوع والذي يؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان. من ناحيتنا ونحن نمثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، نحن على أتم الاستعداد لزيارة المملكة وزيارة الإمارات العربية المتحدة وزيارة البحرين للنقاش معهم في هذا الموضوع ومناقشتهم كيف يؤثر هذا القرار على حقوق الإنسان، ليس فقط مواطني دولة قطر ولكن حتى مواطنيهم، وخاصة أن هناك العديد من الإحصائيات التي
أكدت على أن هناك العديد من الانتهاكات وفقا لهذه القرارات. ولكن يعني نترك لكم يعني التوسط لديهم للسماح لنا بالذهاب والنقاش معهم، وخاصة أنه طبقا لهذه القرارات أن أي قطري يمنع منعا باتا من دخول هذه الدول. فنحن مستعدين للنقاش في هذا الموضوع، وكذلك لابد أن نؤكد على أننا خلال الفترة الماضية ومن أول يوم في الأزمة، أو من أول يوم إحنا اعتبرناها في أول يوم أنها أزمة، ولكن للأسف ثاني يوم وبعد يعني صدور هذه القرارات وجدنا أن هناك انتهاكات، وهناك يعني انتهاكات خاصة فيما يتعلق بلم الشمل. فمن أول يوم تواصلنا، هناك 3 أو 4 أو 5 منظمات في هذه الدول، هناك منظمة في البحرين أو الهيئة المشابهة لنا في البحرين وهي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك هناك هيئة لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، كذلك هناك جمعية لحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، وهناك جمعية الإمارات لحقوق الإنسان. ومن أول يوم تواصلنا معهم لنبلغهم بأن هناك أن هذه القرارات أكدت على العديد من الانتهاكات، سواء القانون الدولي لحقوق الإنسان أو حتى مواطني هذه الدول، سواء مواطني دولة الإمارات أو السعودية أو البحرين أو حتى قطر. ولكن للأسف لم يكن هناك تجاوب، قالوا سوف ننظر. فحتى إحنا طلبنا منهم أن ينصحوا المسؤولين، نحن في قطر عندما تكون هناك يعني بعض الإجراءات المخالفة خلال السنوات الماضية المخالفة لحقوق الإنسان، ننصح الجهات المسؤولة في الدولة ونقول لهم لا، هنا انتهاك للحق، وهنا مخالفة للقانون الدولي، وهنا انتهاك لهذه الاتفاقية، والدليل على ذلك ينظروا إلى تقارير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. فطلبنا منهم بأن ينصحوا المسؤولين في هذه الدول لكي يتراجعوا عن هذه القرارات التي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وعلى مواطني تلك الدول. وللأسف قالوا سوف ننظر، ولم يكن هناك أي اتصال فيما يعني مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. وبالعكس نحن نتمنى يعني من خلالكم ومن خلال الأعضاء البرلمان أن يكون هناك تواصل بشكل مباشر، ونحن على أتم الاستعداد بعرض الملف وعرض الإحصائيات وعرض الشكاوي التي وردت إلى اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. نحن خلال 14 يوم ورد إلى اللجنة 1972 شكوى، كلها تتعلق بكافة الانتهاكات، سواء في الانتهاكات متعلقة في البحرين أو في الإمارات أو في المملكة العربية السعودية، أو لهم حقوق في هذه الدول. حتى مواطنينهم لجأوا إلى اللجنة لا يريدون الذهاب إلى دولهم، لأن لديهم عمل، لديهم ارتباطات، لديهم شركات، لديهم أملاك. فنحن على تم الاستعداد لزيارة هذه الدول، ونحن على تم الاستعداد للنقاش معهم لحل هذه القضية الإنسانية. نحن هنا لا نتحدث عن الموضوع السياسي، الموضوع السياسي في يد السياسيين، هم يجلسوا فيما بينهم، يتحدثوا فيما بينهم فيما يتعلق بالأمور السياسية والخلافات السياسية، ولكن نحن نؤكد على أن أي خلاف سياسي لا بد أن لا يؤثر على المواطنين ولا يؤثر على حقوق الإنسان مهما كان. شكرا على توضيح هذه النقطة، وأود الإشارة لأنه كان هناك نقاشات بالأمس، وربما سوف تكون نقاشات أخرى مع جهات أخرى مختلفة. عندما نقرأ جميع التقارير والأخبار الواردة، سمعنا أن بعض البلدان أكثر انفتاحا لتخفيف حدة التوتر في حقوق الإنسان، وأخرى لا. هناك أطراف تتحدث إلى هذه البلدان، وهل تحدثتم إليهم أو ناقشت معهم، أو هل هناك مفاوضات لوضع حد أو لرفع منع السفر؟ لأن المجتمع الدولي سوف يحاول أن
يتدخل ويساعد، لكن أعتقد أن حكومتكم وأنتم كرئيس للجنة الوطنية لحقوق الإنسان سوف تشاركون وتحاولون ليس أن تعدوا عدد القضايا والشكاوى والانتهاكات، لكن أن تكونوا فاعلين وتتخذون إجراءات معينة لتقديم مقترحات من شأنها أن تحسن الوضع وتوصل إلى الحد إلى الحل. بشخصيا أود أن أعرف هل كان هناك بعض من هذه الخطوات التي تم اتخاذها؟ طبعا فيما يتعلق بالمساعي ويعني استعداد هذه الدول للتراجع في بعض القرارات والتي تؤثر بشكل مباشر على حقوق الإنسان وعلى المواطنين هذه الدول، بالفعل كان هناك تواصل مع المفوض السامي لحقوق الإنسان، والمفوض السامي يعني عادة وطبقا لإجراءاتهم في المفوضية السامية لحقوق الإنسان يتناقشوا مع هذه الدول، وبالفعل كان هناك نقاش مع هذه الدول بأن ما تم اتخاذه من قرارات أنها تؤثر على حقوق الإنسان ولا بد أن تكون هناك مراجعة لقراراتكم. وبالفعل صدر ما يسمى بالتوجيهات السامية من كل من المملكة العربية السعودية ومن البحرين ومن الإمارات العربية المتحدة، وهذه التوجيهات للنظر في الحالات الإنسانية التي ناقشها معهم المفوض السامي. ولكن للأسف عندما صدرت هذه التوجيهات السامية أعطوا أرقام، وهذه الأرقام تابعة لوزارة الداخلية في كل من هذه الدول، وكان هناك تخوف كبير من قبل هذه العوائل للاتصال مع مراكز الشرطة أو مع هذه الأرقام التابعة لمراكز الشرطة في وزارة الداخلية. وبعد ذلك وعندما رأى المفوض السامي بأن هذه الإجراءات غير فعالة ولا تخدم أو لا ترفع الانتهاكات عن كافة الحقوق التي انتهكتها هذه القرارات أصدر بيانه المفوض السامي، وهذا البيان أكد بأن هذه الإجراءات هي إجراءات غير فعالة، وفي نفس الوقت وإن كانت ركزت على بعض العوائل المشتركة فهناك بعض الحقوق لم تتناولها هذه الإجراءات أو هذه الإجراءات أو هذه التوجيهات. فعندما نتحدث عن انتهاكات أو لم شمل الأسرة فهذه القرارات لم تكن واضحة ومبهمة ويعني فصدرت هذه القرارات، وطلب منهم المفوض السامي في بيانه بأن تكون هناك مراجعة وأن يجنب المواطنون وتجنب الأسر من هذا الصراع. نحن بالنسبة لنا كلجنة وطنية نؤكد على ما قاله الأخ والصديق فيما يتعلق بهل هناك مبادرة، نحن على أتم الاستعداد كلجنة وطنية للتواصل مع كافة المنظمات سواء من منظمات حقوق الإنسان لديهم أو أي جهة هم يريدون التحدث معنا فيها لنشرح لهم يعني حجم هذه الانتهاكات وتأثيرها السلبي على مواطني دول مجلس التعاون، ليس فقط على مواطني دولة قطر، يعني حتى أريد أن أضيف يعني بعض الموضوعات والتي تتعلق بالعمال المهاجر. يعني هناك في المملكة العربية السعودية ودولة قطر العديد من المواطنين القطريين على الحدود لديهم بعض المزارع وبعض المزارع فيما يتعلق بالجمال، فلديهم هناك عمالة مهاجرة يعملون في هذه المزارع. فصدور مثل هذه القرارات ووجود مواطني دولة قطر ولا يستطيع أن يذهب إلى شركاتهم ولا يستطيع يذهب إلى مزارعهم التي فيها
عمالة مهاجرة، حتى هذه العمالة المهاجرة مهددة بانتهاكات حقوقهم فيما في كافة الموضوعات، سواء فيما يتعلق برواتبهم أو كافة احتياجاتهم. فالعملية ليست بسيطة، العملية ليست فقط مجرد حصار أو عفوا قطع علاقات دبلوماسية، هي حصار بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. فنعود مجددا، إذا كان هناك يعني بالفعل مبادرة ممكن أن تقوم بها أنتم في البرلمان، نحن على تم الاستعداد، ولكن لابد أن يكون هناك أحد من الجانب الثاني يكون يرحب بهذه المبادرة ويرحب بهذه الإجراءات. وطبعا نحن نتحدث هنا ليس بصفتنا ممثلي دولة قطر، نحن نمثل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر. يعني نتمنى أن تكون هناك إجراءات، نتمنى أن يكون هناك تراجع في هذه القرارات. ويعني وأنا أعتقد بأن لولا صدور البيان المفوض السامي، ولولا تدخل المفوض السامي، ولولا تدخل المنظمات الدولية لحقوق الإنسان، لكانت الانتهاكات إلى أبعد ما يكون، ولم يكن هناك مراجعة لبعض هذه الموضوعات. فمن هذا المنطلق نحن ندعو البرلمان الأوروبي بأن يتخذ موقف، ندعو البرلمان الأوروبي لينظر في الأسر، ينظر في الأطفال، ينظر في النساء، ينظر في الأسر المشتتة، وأن لا يكون هناك ارتباط بين حقوق الإنسان والقضايا السياسية حتى في البرلمان الأوروبي. فنتمنى بأن تكون هناك ردة فعل من قبل البرلمان الأوروبي حتى لا يكون هناك تمادي في المزيد من الانتهاكات أو الاستمرار في الانتهاكات وعدم مراجعة هذه القرارات. فمن خلال هذه الجلسة أتمنى أن يكون هناك وضوح لديكم بأن ما جرى ليست مقاطعة دبلوماسية، هو حصار بكل ما تعنيه الكلمة، هناك معاقبة، وهذه القرارات تعاقب الشعوب، تعاقب شعب دولة قطر، وتعاقب مواطنينهم. فنتمنى أن تكون هناك بالفعل مراجعة لمثل هذه القرارات، والتي فيها انتهاك صارخ وعقوبات جماعية لحقوق الإنسان سواء لمواطنينهم أو مواطني دولة قطر. Thank you for clarifications. I think from our side, from the side of من جانبنا الاتحاد الأوروبي، البرلمان الأوروبي، كما قالت السيدة موغريني في تصريحها، أننا ندعم الحوار وندعم جهود الكويت في جهود الوساطة التي تقوم بها، لكن النزاع يتجاوز ما يمكننا أن نراه أو أن نسمعه كتصريحات رسمية من الجانبين. لذلك فهو متشعب ومعقد وليس من السهل التعامل معه، ونود أن نكون شركاء لجميع البلدان ولا نتعامل مع طرف دون آخر، لأننا نريد الاستقرار. وإذا ظللتم متحدين فإنكم ستدافعون عن مصلحة منطقتكم. لذلك من الناحية السياسية من الاحتمال أن تكون عملية طويلة الأمد، لكن إذا لم نتصرف بطريقة عاجلة لإيقاف انتهاكات حقوق الإنسان، فإننا سنرى تدهور وتزايد لحالات الانتهاكات، انتهاكات حقوق الإنسان. إن كان أي شيء يمكننا أن نقوم به وقيم حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الإنسان، وربما في الأيام أو الفترة القادمة يمكن أن تسمعوا المزيد من الأصوات التي تقول إلى جانب الوساطة السياسية ينبغي أن نتصرف في المجال
حقوق الإنسان حتى نخفض من حدة النزاع، ودائما هناك ضحايا في جميع أنواع النزاعات. هناك انتهاكات لحقوق الإنسان ونحتاج إلى العمل والمبادرة. أعتقد أن زملائي أوضحوا بشكل جيد، وأنكم ستجدون وحدة من جانب البرلمان الأوروبي، لأننا نقف جميعا وراء هذه القيم بصرف النظر عن اختلافاتنا السياسية، وستجدون من هذه الزاوية شريك في البرلمان الأوروبي، ونأمل أن ننجح في المساعدة في دعم الناس، ليس فقط شعب قطر ولكن كل من تضرروا بهذا الحصار الجوي والقوانين التي تمنع حرية التعبير وغيرها، وهو شيء نقف ضده وسنقوم بذلك معا. شكرا جزيلا. شكرا يعني على تأكيداتكم فيما يتعلق في الجانب الحقوقي. وطبعا نحن هنا في هذا البرلمان كما تحدثت قبل قليل، يعني نخاطب فيكم القيم المشتركة بيننا وقيم حقوق الإنسان، ونحن لا نتحدث هنا في الأمور السياسية. طبعا هي الأزمة كبيرة وهناك اختلافات كبيرة بين يعني أو ادعاءات كبيرة تدعي بها هذه الدول الثلاثة، خاصة فيما يتعلق بدولة قطر. وحتى وإن كان يعني ولعلكم تتفقون معي، وحتى وإن كانت هناك ادعاءات وخلافات سياسية سواء فيما يتعلق عندما يدعون بأن هناك أن قطر تدعم الإرهاب وما إلى ذلك، فهناك آليات لحصر الداعمين للإرهاب وآليات أخرى تحدد هذه الجهة وهذا الشخص إرهابي. هناك آليات الأمم المتحدة، هناك مجلس الأمن، هناك المحاكم الوطنية والمحاكم الدولية، ولكن أنا لن أخوض في تفاصيل مدى دعم قطر للإرهاب من عدمه، ولكن لعلكم تتفقون معي بأن مكافحة الإرهاب لابد أن لا تنتهك حقوق الإنسان. يعني مهما كان هناك مكافحة لقضايا الإرهاب فلا يجوز من خلال أدوات هذه المكافحة أن يكون هناك انتهاك لحقوق الإنسان. وما حصل خلال هذه الأيام الماضية من قرارات تعسفية، هذه القرارات موجهة للشعوب وليست موجهة للحكومات. ونحن في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نتمنى منكم وننقل لكم مأساة المواطنين دول مجلس التعاون الخليجي، سواء الأطفال أو النساء أو حتى ذوي الإعاقة، ننقلها لكم اليوم هنا في البرلمان لكي يكون هناك اتخاذ موقف من قبلكم، سواء بإصدار بيان سواء بأي إجراءات أنتم تنظرون لها. وحتى وإن كان هناك يعني تصريحات موحدة للاتحاد الأوروبي، لابد من النظر وبشكل سريع بأن لا يكون هناك المزيد من الانتهاكات. فوقوفنا مكبلي الأيدي ننتظر الحل السياسي، سيكون هناك المزيد من الانتهاكات في كافة الجوانب. فبالفعل يعني نتمنى منكم ونتمنى من أعضاء البرلمان، نتمنى من الاتحاد الأوروبي بأن يكون هناك بيان أو أي إجراء. طبعا هذا البيان نحن نتحدث عن أمور سياسية أو فيما يتعلق بأن يكون الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي في طرف مع دولة قطر أو في مع هذه الدول الثلاث، نحن نتحدث عن شعوب هذه المنطقة، لابد أن تقفوا معهم
لا بد أن ترفع هذا الحصار ضدهم، لا بد أن يكون هناك رفع هذه الانتهاكات وهذه العقوبات الجماعية ضدهم. فنشكركم مرة أخرى على إقامة أو دعوتنا للحديث عن تداعيات هذا الحصار وتأثيره على حقوق الإنسان، ونحن وعندما نتحدث عن نحن أتحدث باسم الضحايا، أتحدث باسم الأسر المشتركة، أتحدث بكافة الأسر المشتتة، أتحدث باسم من لديه حقوق انتهكتها هذه القرارات. فشكرا مرة أخرى، ونتمنى أن يكون هناك موقف سريع لإزالة هذه الانتهاكات. أنا أفهم أتفهم الوضع، وأتفهم أنكم تحتاجون إلى الدعم بما في ذلك الإعلانات والبيانات، لكن يمكن أن نقول لك أن سوف ننقل إلى اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان للجهات والجهات المعنية، وسوف يناقشونه ونعطيكم نقوم ببياننا. كان من المهم بالنسبة لنا أن نستمع إليكم وأن يكون هذا التبادل، ومن المهم أن نتبادل هذا التقرير مع جميع الزملاء الذين لم يتمكنوا من الحضور اليوم. إذن نحن نحتاج إلى القيام بالأمر بشكل واضح حتى يكون الموقف الذي نتخذه واضحا، وذلك سيكون من شأنه أن يساعد الجميع وأن يكون فاعلا لقطر وللمنطقة وللسكان. لكن نريد أن نتحدث عن نحن نتحدث عن بشر، وكان ذلك هو هدفنا اليوم، أن نطلع على المعلومات حول الوضع وضع حقوق الإنسان حتى يتمكن زملاؤنا في الهيئات المختلفة من اتخاذ